2000 توزيع دور السيد رئيس الوزراء المحترم لمتابعة مشاريع فرق الجهد. اليوم متواجدين في محافظة مثلنا في المشاريع اللي ينفذ الفريق. كان صباحا عندنا جولة في حي عبد العباس وفي مستشفى الرميث العام، الآن في بستان محمد علي، حي بستان محمد علي، وأيضا صار اجتماع مع سيد المحافظ لمناقشة واقع العمل والدعم اللي قدمه المحافظة إلى الفريق الجهد، وحق دعم يعني جيد للسيد المحافظ تواجد معنا، وأيضا كل الجهود مسخرة لفريق الجهد. أيضا كان توجيهاتنا بأنه 30/9 يجب أنه إنهاء أعمالنا في المحافظة. هناك خطة وضعت مع رئيس فريق الجهود يعني الجديد بالمحافظة لإنجاز الأعمال بمضاعفة الجهود، زيادة ساعات العمل. أيضا هناك قضية الأموال والسلف سنعالجها في بغداد من يعني وزارة الأعمال والإسكان باعتبار هي الجهة اللي يعني فيها أموال الفريق، وأيضا توجيهات في المباشرة الفورية في مدارس. عندنا 101 مدرسة بها تأهيل إن شاء الله، يعني الفرق الشركات استباشر بها بعد إكمال تدقيق من مكتب استشاري. أيضا سنباشر في مستشفى الإسايا والتوليد عن قريب إن شاء الله، وكذلك مشاريع مجاري في حي الملايين في الخضر. الآن بالميدان أنا والسيد الوكيل الفني المسؤول على الفريق الجديد الهندسي في منطقة محمد علي وأيضا منطقة سيد جبار، مناطق أخرى حي العباس بالرميثة، الملايين في الخضر، وعدنا أيضا فتحنا عمل أيضا في مناطق أخرى في وركاء وفي المثنى وفي بعض المناطق أو الأحياء الأقضية والنواحي. إن شاء الله في نهاية هذه السنة راح تكون هذه مناطق في حلة جديدة، أهلنا وناسنا بعد ما يشوف التراب في فصل الصيف ولا يشوف الأمطار والأطيان في فصل الشتاء، وإن شاء الله في وقت وجيز إن شاء الله. ونقدم شكرنا وثنانا إلى دولة الوزراء وكل من يعمل معنا في هذا الجهد لتلبية خدمات لمواطنينا، و تحت الشعار احنا خدمتكم.